نخش بقى في آخر جزء من سفر حزقيال، من السفر كله، صحات 46 و47 و48. والحقيقة إن الثلاث أصحاحات دول يعتبروا الزبدة بتاعة آخر رؤية شافها حزقيال. هنلاقي إن في آية 1 و2 نقراهم بسرعة، بيقول: هكذا قال السيد الرب، باب الدار الداخلية المتجه للمشرق يكون مغلقا 6 أيام العمل، وفي السبت يفتح، وأيضا في يوم رأس الشهر يفتح، ويدخل الرئيس من طريق رواق الباب من خارج ويقف عند قائمة الباب، وتعمل الكهنة محرقته وذبائحه السلامية، فيسجد على عتبة الباب ثم يخرج، أما الباب فلا يغلق إلى المساء. فيها معاني جميلة جدا الآيتين دول. أول حاجة إن احنا نركز مع بعض تاني في الفكرة الهندسية، إن احنا عندنا الباب اللي من برة اللي بيدخل على الدار الخارجية، ده اتقفل، أما الباب بتاع الدار الداخلية ده بيفضل مغلق لمدة 6 أيام، وبعد كده بيتفتح في اليوم السابع، ويفضل بعد كده، وكمان بيتفتح في رأس الشهور يعني في أول يوم في الشهر، وبيفضل بعد كده مفتوح إلى المساء، ما بيتقفلش. فهنا الستة بتشير قلنا مبارح للإنسان، وهي بتشير كمان للخليقة كلها، لأن الخليقة كلها تمت في 6 أيام، وفي اليوم السابع استراح الله، فهي بتشير للخليقة. أما فتح الباب بقى يتم إمتى؟ ما تمش غير بالصليب في اليوم السابع، ما تمش غير بالصليب في اليوم السابع في ملء الزمان. فبيقول هنا بعد كده عن اللي فتح الباب ده، أو اللي بسببه اتفتح الباب، بيقول إن هو بيجي ويسجد عند عتبة الباب. إيه هو السجود؟ السجود هنا علامة للخضوع، علامة على الطاعة، اللي هو أطاع إلى المنتهى، وهو ده ربنا يسوع بتجسده، إن هو تواضع زي السجود، هو تواضع وخد شكلنا. بعد كده بيقول ثم يخرج، مقصود بيها إيه؟ مقصود بيها قيامته وصعوده وجلوسه عن يمين الآب، وتعمل الكهنة محرقته. الكهنة اللي هما مين؟ قلنا حنانيا وقيافة، هما اللي عملوا محرقته. وبعد كده الباب لا يغلق إلى المساء، علامة على إن ذبيحته مستمرة دائمة لغاية مجيئه الثاني، لغاية لما يأتي مرة أخرى. هنشوف بعد كده آية 8 و9 مع بعض، وهي بيقولوا عند دخول الرئيس يدخل من طريق رواق الباب، ومن طريقه يخرج. هنفسرها بآية تانية، قالها المسيح نفسه، قال آمنتم أني من عند الله خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. طريق اللي جاي منه رجعت منه تاني، طريق من الآب وعدت إلى الآب، وهو ده اللي عمله الرئيس في آية 8، وعند دخول الرئيس يدخل من طريق رواق الباب ومن طريقه يخرج. بيقول عند دخول شعب الأرض قدام الرب في المواسم، فالداخل من طريق باب الشمال ليسجد يخرج من طريق باب الجنوب. يعني عندنا الشمال هنا، يبقى هو هيدخل من الشمال يسجد، وبعد كده يخرج من باب الجنوب، واللي جاي من باب الجنوب يدخل ويسجد، وبعد كده يخرج من باب الشمال، لأن باب المشارق أو باب المشرق أو باب الشرق ده إيه اللي حاصل فيه؟ مغلق، مغلق لأن مجد الرب دخل منه، فيفضل مغلق إلى الأبد. أما بعد كده اللي مفتوحين، إحنا أساس ما عندناش باب في الغرب، قلنا امبارح ما عندناش باب في الغرب، عندنا 3 أبواب، وواحد منهم اتقفل بسبب دخول مجد الرب، فبتبقى بابين، هو دول البابين اللي يدخل منهم الشعب ويخرجوا، لأن إلهنا إله نظام، مش إله إني أدخل بعد كده ألف وأرجع وأعمل زحمة و حتى لو فكرنا فيها كده في فكرة عملية فدي أحسن الأفكار.
أما بقى هنا التفسير الروحي ليها إن اللي بيمشي في طريق ربنا ما يرجعش من الطريق اللي هو جاي منه تاني، يفضل ماشي مكمل 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 على طول. بعد كده في آية 13 بيتكلم وبيقول وتعمل كل يوم وتعمل كل يوم محرقة للرب حملا حواليا صحيحا صباحا صباحا تعمله وتعمل عليه تقدم صباحا صباحا سدس الإيفة وزيتا ثلث الهين لرش الدقيق تقدم للرب فريدة أبدية دائمة. هنا هو بعد كده بيشير إلى صباحا صباحا، لأن احنا قلنا امبارح مفيش ذبيحة مسائية، لأن وسطينا شمس البر المسيح النور الحقيقي اللي يفضل للأبد، فمفيش لزوم أن يكون في ذبيحة مسائية، لأن أورشليم السمائية هيكون فيها المسيح وسطينا ليس يكون فيها مساء. بيقول والزيت ثلث الهين لرش الدقيق. هنرجع بعد كده بس في آية في مزمور 51 حافظينه كلنا، بيقول انضح علي بزوفاك فأطهر. ايه هو الزوف؟ الزوف عبارة عن نبات بيطلع، هو ده شكله، بيطلع واحدة واحدة كده، بعد كده بيلفوه بحيث ان هي تكون حزمة، وياخد بعد كده الكاهن من دم الذبيحة ويرش بيها على الشعب عشان يتطهروا. دم الذبيحة يطهر، فبياخد الحزمة دي يحطها في الدم دم الذبيحة ويبتدي يلف على الشعب يرش عليه، عشان كده بيقول انضح علي بزوفاك فأطهر، هو الدم هو اللي هيطهرني. هنا الدقيق احنا قلنا في الاول ان هو يرمز للمسيح، بس طبعا احنا المسيح مش هيترش بذبيحة لان هو مش محتاج تطهير، احنا المتمثلين بالمسيح احنا برضو دقيق، فاحنا اللي محتاجين تطهير، ياخد الكاهن من دم الذبيحة يرش علينا علشان نتطهر، وكمان بيرش بعد كده من الماء علشان برضو للتطهير من الخطايا. هنا بس رسم كده للباب للمنطقة كلها، هنلاقي يعني الرسمة دي احنا هنرجع لها تاني بس عشان نشوف هنا ان احنا هو ده الباب الجنوبي اللي يدخلوا منه الناس، يدخلوا هنا يسجدوا يطلعوا بعد كده تاني من الباب الشمالي، واللي جاي من الشمال نفس الطريقة يخرج للباب الجنوبي، وباب الشرق الخارجي ده مغلق، والباب الشرقي اللي يؤدي للدار الداخلية ده بيكون مفتوح ستة أيام، مغلق ستة أيام ويتفتح في اليوم السابع ويفضل مفتوح إلى المساء. ربنا بقى عامل حاجة حلوة في آية 19، بيقول ثم أدخلني بالمدخل الذي جانب الباب إلى مخادع القدس التي للكهنة المتجهة للشمال، وإذ هناك موضع على الجانبين إلى الغرب. احنا امبارح في آخر المحاضرة في آخر إصحاح 42 شفنا إن في مطابخ معمولة للكهنة من الجهتين، فهنا هو بعد كده وده من الباب اللي يؤدي بعد كده إلى مخادع الكهنة، وليه إن هنا في مطابخ خاصة للكهنة عاملها خاصة للكهنة، فهنا هو عايز يقول إن اللي بيخدم ربنا واللي يعني سايب حاجات كتير علشان خدمة ربنا، ربنا مش بيسيبه يجوع. اللي يدخل في الشركة مع المسيح ده له طعامه من ربنا، له شبع من ربنا، شبع بس مختلف عن الشبع اللي ممكن الواحد ياخده من الدار الخارجية زي ما شفنا امبارح المجزع اللي حوالين داير والحاجات دي ما تشبعش، لكن ربنا مدي مطابخ جوه علشان الواحد يشبع من مقدساته. غالبا زمان كانوا الكهنة بياخدوا بعد كده من الحاجات اللي مسموح ليهم ياكلوها ويطلعوا بعد كده ساعات يبيعوها بره، يبيعوها للناس، فعشان كده هنا قايل
بيقول هنا في آية 20: وحيث يغبزون التقدمة لئلا يخرجوا بها إلى الدار الخارجية ليقدسوا الشعب، يأكلوها كلها جوه. بس هو مش عايز إن هم يخرجوا بيها للشعب، مش عايز الغش. لو رجعنا برضو لفكرة الغش، لا، دي الموضوع ده منتهي، لا رجوع لي مرة تانية. في آية 22 بعد كده بيقول: في زوايا الدار الأربع دورا مصونا طولها أربعون عرضها وثلاثون للزوايا الأربع قياس واحد، ومحيطة بها حافة حول الأربعة، ومطابق معمولة تحت الحافات المحيطة بها. ثم قال لي: هذا بيت الطباخين حيث يطبخ خدام البيت ذبيحة الشعب. بمعنى ان احنا بعد كده الدور المصونة دي يعني ساحات كده، ساحات مقفولة مسيجة، دي هو شافها، وهي اماكن ان يختلف فيها الكاهن، لان الكاهن كمان لازم يشبع علشان يقدر يدي. وكمان الاماكن دي هي اشارة للإفخارستية، لان هو هنا بيقدم ذبيحة، خدام البيت بيقدموا يطبخوا ذبيحة يقدموها للشعب. الاماكن دي لو شفناها هنا تاني هي المطابخ اللي هنا على الاربع اجناب. وقلنا كمان ان الاربع دايما بتكون رقم العمومية، يعني لكل العالم، ان ذبيحة المسيح، ذبيحة الافخارستية للي يقبلها من كل الناس في العالم. نخش بقى على يعني رؤية من اجمل الحاجات اللي شافها حزقيال في الجزء ده كله من 40 ل 48. الارض الجديدة، بس مقدمة للارض الجديدة هو شاف، فبيقول: ثم ارجعني الى مدخل البيت، واذ بمياه تخرج من تحت عتبة البيت نحو المشرق، لان وجه البيت نحو المشرق، والمياه نازلة من تحت جانب البيت الايمن عن جنوب المذبح. لف بيه كده، طلع بيه، وراه ميه، نهر كده طالع من ناحيه المذبح وخارج لبره. لف بيه بقى وفرجه. وبعد كده بيقول: وعند خروج الرجل نحو المشرق والخيط بيده، قاس 1000 ذراع وعبرني في المياه، والمياه الى الكعبين. يعني هو مشي بيه قاس 1000. الألف دي قلنا علامة على ان الفكر فكر سمائي، او القياس ده قياس سمائي. فمشي بيه كده 1000. بس نقول مقدمة في الاول عشان ظريفة عن اصحاب فكر الملك الالفي. بيقولوا، لان انتوا هتشوفوا بعد كده ان النهر ده كل ما نمشي فيه اكتر كل ما هيغرقنا اكتر، فهم بيقولوا ان النهر ده غالبا هينتج عن تغيرات جيولوجيه وجغرافيه في المنطقه اللي هيكون فيها الهيكل، لدرجه ان بعد كده هتنفجر ينابيع جديده تطلع بعد كده منها النهر اللي احنا شايفينه ده. وغالبا النهر ده هيكون اتجاهه البحر الميت علشان يخلي الميه بتاعته عذبه، وان هو غالبا هينزل من جبل الزيتون يجي بعد كده على الهيكل ويكمل في طريقه الى بقيه البقاع. دي فكره يعني برضو يعني فكره لذيذه نعرف. اما بقى ايه هو الجنب الوحيد اللي لقيناه في المذبح، يعني وهو في عمل كفاري خرج منه ميه الا جنب المسيح؟ هو على الصليب خرج هو خرج من جنبه دم وماء، وهو بيقول ان من امن بي تجري من بطنه انهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس. فاحنا نفهم ان الميه دي علامه على ايه، او اشاره لايه؟ للروح القدس، لان ده كلام المسيح بحدنا بلسانه. فهي خارجه من المذبح، خارجه من المذبح ومتجه بعد كده للخارج. بيقول بعد كده: عبرني، يعني العمل اللي انا همشي فيه ده، عمل الروح القدس اللي انا همشي فيه ده، لازم ربنا هيكون ماسكني من ايدي، مش هقدر اعمله لوحدي. مش بيقول وعبرته 1000، بيقول وعبرني.
مسكني كده زي ما يكون مسكني من ايدي، او يمكن عبرني دي معناها ان هو شلني، ما نعرفش. مشي بيه، المهم المسيح مشي بيه وعدى بيه 1000. وبعد كده كانت المية للكعبين. الكعبين بقى بتشير الى ايه؟ ان دايما الكعبين هي اول حاجة تتوسخ من البني ادم من كتر المشي، فهي الكعبين محتاجة دايما لغسيل، غسيل متكرر. ما ينفعش حد يقول انا غسلت كعباية مرة افضل طول عمري ما اغسلهاش تاني، لا، لازم اغسلها اول وتاني وتالت وعاشر وكذا مرة في اليوم، اشارة على التوبة المستمرة اللي الواحد لازم يمارسها في حياته مع ربنا. اول حاجة في حياتي مع ربنا، اول صعوبة هتقابلني ان انا لازم هيكون في توبة مستمرة، لان انا كل ما همشي هتوسخ، كل ما همشي هتوسخ، لكن انا الحاجة الوحيدة اللي هتنظفني هي المياه اللي توصل للكعبين. وبعد كده بيقول ثم قاس 1000 وعبرني في المياه، والمياه الى الركبتين. خطوة جديدة، مشينا برضو شوية برضو بفكر سمائي مستمر، الألف على وصايا ربنا مشينا، وبعد كده وصلت المية للكعبين. الكعبين بتفكرنا بالسجود، بتفكرنا بالجهاد. لما نكون مثلا في الصوم الكبير نلاقي ان المطنيات كتير، تبتدي تزيد المطنيات، ونبدأ كل يوم في وسط الأسبوع نعمل مطنيات مطنيات مطنيات، نسجد على الركبتين، إشارة للجهاد، إشارة للندم. فأنا كل ما بعد كده الخطوة التانية بعد التوبة المستمرة هي إن أنا أفضل أجاهد في طريق ربنا برضو بفكر سمائي، لأن هو قاسة 1000. نيجي بعد كده للمرحلة الثالثة، بيقول إن هي ثم قاس 1000 وعبرني والمياه إلى الحقوين. الحقوين يعني الوسط. فهو مشي بيه شوية تاني والمية وصلت بعد كده للحقوين. الحقوين بتكون إشارة لضبط النفس، المنطقة، إن تكون حقائقكم ومنطقة، تكونوا مستعدين. هي حياة الاستعداد الدائم، هي حياة الاستعداد الدائم وضبط النفس، إن أضبط نفسي، أضبط جسدي، أضبط أفكاري، أضبط حواسي. بعد كده آخر مرحلة، لما أمشي في الثلاث خطوات دول، أمشي بمرحلة التوبة والجهاد، وأمشي بمرحلة الاستعداد وضبط النفس، أوصل بعد كده ثم قاس 1000 وإذ بنهر لم أستطع عبوره لأن المياه طمت، مياه سباحة، نهر لا يعبر. أدخل بعد كده ألاقي أن محبة ربنا، محبة الروح القدس تغمرني كلي، أبقى نهر سباحة. يعني أنا أساسا مش ماشي على الأرض، أنا متشال من المية، فلاقي أن هي عمل الروح القدس بعد كده يشيلني. دايما أقيس 1000 في الفكر السمائي، بس الأساس أن أنا أقدم توبة، أقدم جهاد، أقدم ضبط نفس، ألاقي بعد كده ربنا يشتغل معايا من خلال الروح القدس. في فكر كمان بتطبقه الكنيسة، نلاقي أن بعد كده أبونا بعد القداس يخرج بعد كده من المي بالمية من المذبح، يخرج بيها ويرش على الناس كلهم، علشان عمل الروح القدس ده اني لا هقيس 1000 وهستمر. هي المية دي الخارجة من المذبح بتطبقها لنا الكنيسة في طقس القداس. هنلاقي بعد كده ان في اشجار مغروسة، يعني هو مشي بعد كده بيطلع لأن هو على شاطئ النهر ده اللي هو جاري. طبعا النهر ده بيعلى، وصل للركبتين والكعبين والركبتين والحقوين، وبعد كده بقى نهر سباحة لا يعبر. خرج وبعد كده مشاه ورا الشاطئ بتاع النهر، لقى أشجار مغروسة، فدي بتكون الصديقين اللي احنا شفناهم جوه الهيكل على شكل النخيل.
شفناهم هنا على شكل أشجار زي ما مذكور في مزمور واحد اللي بنقرأ في صلاة باكر، بنصلي في صلاة باكر. هنلاقي بعد كده ان مياه الروح القدس دي بتحيي البحر الميت اللي هو كان متجه اليه. النهر ده لما نقرا هنلاقي ان بقى فيه اسماك، بقى فيه حياه. ليه البحر الميت اسمه البحر الميت؟ لان ما فيهوش حياه، ما فيهوش اسماك. اما بعد كده لما يجي عمل الروح القدس يشتغل في الانسان، يبقى اللي ملهوش رجاء ميت تماما، يبقى فيه سمك ويجي بثمار 30 و60 و100. اما بقى بيتكلم ويقول في ايه 11، اما غمقاته وبركه فلا تشفى، تجعل للملح. يعني دي حتت كده مجوفه، دي ما توصلهاش الميه، هي مجوفه مغلقه على نفسها فما توصلهاش الميه. اي شخص مغلق، يعني ربنا واقف على الباب ويقرا، يفضل يقرا 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 وهو ما يفتحش، فيفضل بعد كده معطل عن عمل الروح القدس في مياه النهر، ما توصلوش عمل الروح القدس، ما يطهرهوش، ما يحيهوش زي ما احيا البحر الميت. نيجي بعد كده عند آية 21، فربنا بيقول إيه؟ فتقتسمون هذه الأرض لكم لأصباط إسرائيل، ويكون أنكم تقسمونها بالقرعة لكم وللغرباء المتغربين في وسطكم الذين يلدون بنين في وسطكم، فيكونون لكم كالوطنيين من بني إسرائيل، يقاسمونكم الميراث في وسط أصباط إسرائيل، ويكون أنه في السبت الذي فيه يتغرب غريب هناك تعطونه ميراثه، يقول السيد الرب. فكرة بقى جديدة عن تقسيم الأرض الجديدة، عن خطة ربنا لوصولنا للسماء أو لعلاقتنا به، أنه هو مش إله لليهود فقط، هو إله للكل، الكل مدعو ليرث الملكوت. حتى الأغراب، حتى الأغراب لو قبلوا إن هم يدخلوا ويعيشوا حسب فرائض ربنا، بيقول فيكونون لكم كالوطنيين، كأنهم مولودين زيكم في الإيمان. عشان كده لما حد يخش الإيمان جديد وبعد كده ما ينفعش إن الواحد يفضل يبصله، لا أنا مولود مسيحي وأنت مش مولود مسيحي، لا، لأن ربنا بيقبل الكل. كان زمان ده فكر اليهود، إن اليهود هم شعب الله فقط، بوينت، مفيش غير كده. لكن بعد كده فكر ربنا اللي عايز يوصله هنا إن هو إله للكل، يقبل الكل، إذا قبلوا إن هم يعيشوا معاه بطريقته، بحبه اللي هو بيديهولهم، وبفيد نعمته وعمل الروح القدس اللي شفناه في النهر، يبقى يغسرون لكم كالوطنيين. كمان اسمة الأرض الجديدة هتكون بالقرعة، مش واحد هيجي ويقول فلان هياخد القطعة كذا، فلان هياخد القطعة كذا. القرعة بتشير هنا إلى اختيار الله، زي ما بنقول، زي ما بيكون في اختيار البطريرك في طقس كنيستنا، إن بيكون في القرعة الهيكلية. الإنسان بيعمل اللي عليه، وبنصفي الأشخاص اللي يصلحون لخدمة المنصب ده، لكن الكلمة الأخيرة النهائية بتقوم بالقرعة لربنا. القرعة دايما بتشير لرأي ربنا، زي ما الرسل اختاروا ماتياس بالقرعة، لأن مهم جدا، أو هي الكلمة الأخيرة بتكون لينا، هي كلمة ربنا هي اللي تنفذ. لما ندخل بعد كده على إصحاح 48، هنلاقي ان في تقسيم جديد للارض. لو بصيتوا حضراتكم معايا الصوره اللي على الشمال، ده تقسيم الارض اللي قسمه يشوع لما دخلوا الارض. يشوع بعد كده قسم الارض بالطريقه دي. اما اللي على اليمين دي، هي دي طريقه ربنا، كله بالتساوي، كله بالتساوي. هنلاقي الاصباط كلهم
متساويين في المساحة اللي ليهم. هنلاقي بعد كده ان الجزء اللي في النص هو الجزء بتاع الهيكل، والرئيس محاوط الهيكل زي ما شفنا في الاصحاحات اللي قبل كده، ان الرئيس حدوده بعد كده من ناحية اليمين هنا، وحدوده الشمال لغاية البحر الكبير البحر المتوسط. فوق وتحت الهيكل الأسباط اللي أخذت كرامة إن هي تكون قريبة من ربنا وتكون قريبة من الهيكل هم يهوذا وبنيامين. يهوذا بمثابة إنه هو جد للمسيح، لأن هو في سلسلة الأنساب شفناها في متى، فهو المسيح هو الخارج من سبط يهوذا. أما بقى بنيامين فهو لأن هو المسيح هو اللي جالس عن يمين الآب. بن يمين هي كلمة معناها ابن اليمين، فهو المسيح هو الجالس عن يمين الآب وهو الأسد الخارج من سبط يهوذا. فهم دول السبطين اللي أخذوا كرامة إن هم يكونوا قريبين من الهيكل. أما بعد كده في بعض المفسرين، احنا هنلاقي بعد كده فوق خالص هنلاقي ان السبط دان هو ابعد واحد يعتبر عن ربنا. فهما بيقولوا ان في نبوة قديمة قالها يعقوب ويكون دان حي على الطريق، موجودة في تكوين 49. في بعض المفسرين بعض الاباء قالوا ان غالبا ضد المسيح او الانتي كرايست هيخرج من سبط دان، فهو هيكون عشان كده ما نالش اي كرامة ان هو يكون قريب من ربنا، بعيد جدا عن الاماكن المقدسة، هنلاقيه في الشمال خالص. وكمان هنلاحظ ان لو رجعنا تاني للصورة هنلاقي ان الاسباط حدودهم ما فيش اي فسحة بينهم، هما لازقين في بعض، لان ما اجمل وما احلى ان يسكن الاخوة معا، لان ربنا عايز يعلمهم ان ما ينفعش يكون في بينكم فروق زي ما كانت زمان وبعد كده اتنين ينشقوا عن الباقيين ويكونوا مملكة لوحدهم والباقيين يكونوا مملكة لوحدهم. ما ينفعش كده، لا انا هديكم بعد كده فكر جديد ان ما احلى ما اجمل ان يسكن الاخوة معا، تكونوا دايما مترابطين مع بعض. هنلاقي ان كمان يوسف لي نصيبين، نصيب إفرايم نصيب منسى. هنلاقي كمان ان يوسف اخد الكرامة دي ان هو يبقى قسمين، دي هو واخدها كمان في العهد القديم يعني في التقسيم الارض الاصلي، لان ربنا بيدي يوسف جزاء او مكافأة العفة اللي هو فضل عليها رغم المحاربات اللي كانت ضده. هنلاقي ان كل شيء صار جديد، ربنا عمل كل شيء جديد، مدينة جديدة، هيكل جديد، تقسيم جديد، فرائض جديدة، احكام جديدة، طريقة جديدة للتعامل. هنلاقي بعد كده ان ابواب المدينة بيقول بعد كده في اواخر اصحاح 48 بيقول وابواب المدينة على اسماء اسباط اسرائيل، ثلاث ابواب نحو الشمال، باب رأوبين وباب يهوذا وباب لاوي، والى جانب الشرق 4500 وثلاثة والى جانب الشرق 400500 وثلاث ابواب، باب يوسف وباب بنيامين وباب دان. يعني كل باب من البيبان هنلاقي ان ليه ثلاث اسماء من الاسباط، بس هنلاقي بعد كده في تقسيمة الاسامي حسب الابواب هنلاقي ان يوسف اندمجوا فيه افرايم ومنسى اولاده. وهنلاقي ان تقسيم الابواب هو على حسب الاولاد اتولدوا من مين. هنلاقي ابواب الشمال هو رأوبين ويهوذا ولاوي ودول اولاد من ليئة، ابواب الجنوب شمون ويساكر وزبولون،
وهم برضو أولاد من ليئة. هنلاقي بعد كده أبواب الشرق يوسف وبنيامين ودان، ودول أولاد رحيل ودان ابن عبدة رحيل. وأبواب الغرب هم جاد وأشير ونفتالي، ودول أولاد عبدات رحيل. فربنا رب نظام، بيحب أن يكون حتى نظام في الأسامي، في أسماء الأبواب، مش كله داخل في بعض. نيجي بعد كده لآخر آية، ويقول ربنا بعد كده: واسم المدينة من ذلك اليوم يهوى شمع. يهوى شمع، ويهوى شمع معناها إن الله هناك. الله هناك، الله في وسط المدينة دي، فلا تتزعزع. لأن دي وصيته هو للكنيسة، بيقول آخر حاجة قالها المسيح قبل ما يصعد، قالوا: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. مسيحنا ملك السلام، هو في وسط كنيسته دايما، ما بيسيبهاش. هو عايز يقول آخر رسالة بعد ما مجد الرب ساب حسقيال في الأول، وحسقيال مر بفترات يأس كتيرة وفترات أحباط كتيرة وخبر ورا التاني يهده، يجي بعد كده ربنا يقول له رسالة في الآخر، ويقول له: يهوى شمع. الرب هناك، الرب في وسط المدينة دي، لا تتزعزع. بشكركم لإستماعكم، وآسف لو في أي تقصير.